التنوع والثراء سمات مميزة للطبيعة العمانية التي تزخر بتنوع طبيعي رائع يتآلف وينسجم مكوناً بيئة تجود بكل معطيات الجمال. التضاريس المتنوعة، الجبال والوديان، السهول والخلجان، الشواطئ والصحاري وفضاءاتها الفسيحة تشكل إطاراً رحباً يحتضن أعداداً كبيرة من الحيوانات البرية التي تمثل كنوزاً طبيعية ترتسم وبكل فخر على صدر لوحة مفعمة بالحيوية والجمال للبيئة العمانية. وهكذا يشكل الوبر الصخري أحد مكونات هذه اللوحة ذات الجمال الرائع. الوبر أو الزلم أو كما يسمى محلياً الثفن هو حيوان بري ينتمي إلى فصيلة الثدييات. اسمه العلمي هايركس بروكافيا، واسع الانتشار في المناطق المدارية وشبه الاستوائية الجافة في جنوب غرب آسيا وشمال وشرق أفريقيا. في سلطنة عمان ينتشر الوبر في معظم الجبال الجيرية التي تكثر فيها الصدوع والشقوق والجحور في محافظة ظفار. يختلف حجم وشكل الوبر باختلاف العوامل المناخية التي تؤثر تأثيراً شديداً في حياته ونموه، فكلما كان المرعى خصباً ووفيراً كان حجمه كبيراً، وحيث كان شحيحاً وجافاً كان حجمه صغيراً ووزنه ضئيلاً. يشبه الوبر في هيئته المكورة وقوامه القصير ورأسه الدائري الأرانب البرية، ويتخذ الوبر في مراحل ما بعد الولادة شكل الفئران مع بعض الاختلافات البسيطة. يتراوح متوسط وزنه ما بين 3 و4 كيلوغرامات، بينما يبلغ متوسط طوله 38 سنتيمتراً ومتوسط ارتفاعه في منطقة الكتف 20 سنتيمتراً. قصير الرقبة، رأسه دائري مدبب من الأمام، الأذنان قصيرتان متجهتان إلى الأمام ويحيط بهما الشعر الكثيف من كل جانب. القواطع الأمامية والأنياب خنجرية الشكل معقوفة من الأسفل، لها وظائف دفاعية ووظائف غذائية تساعده في التهام ومضغ أغذية شديدة الصلابة. العيون سوداء ثاقبة، كذلك محيط منطقة الفم والأنف تكسوه طبقة جلدية سوداء قليلة الشعر، وما بها من شعر يكون أكثر سمكاً وطولاً من شعر باقي مناطق جلد الوبر.
يبدو الشعر الطويل حول منطقة الفك الأعلى وكأنه شوارب، وحول العيون على شكل رموش وأهداب طويلة. معظم جسم الوبر مغطى بشعر بني فاتح، وأحياناً يكون لون الشعر أسمر فاتحاً أو رمادياً داكناً. يكون خشن الملمس مقشعراً وغير متناسق عندما يكون الوبر هزيلاً، ومتناسقاً وأملساً عندما يكون سميناً. في منطقة الظهر توجد غدة عرقية تفرز سائلاً يظهر على شكل بقعة جلدية خالية من الشعر، وحولها شعر كثيف بلون ذهبي فاتح. إن ما يثير الاستغراب والدهشة هو التشابه الكبير بين حيوان الوبر ضئيل الحجم والوزن وحيوانات ضخمة كالفيل والخرتيت الأفريقي المسمى بكركدن غينيا، حيث تشير الدراسات إلى عمق الشبه بين الجهاز الهضمي للوبر والجهاز الهضمي للفيل، وكذلك بين جمجمة وأنياب الوبر والخرتيت الأفريقي. أطراف الوبر قصيرة، طول الأرجل الأمامية يصل إلى 5 سنتيمترات، بينما الخلفية تصل إلى 6 سنتيمترات تقريباً. في أسفل الأقدام توجد وسائد مطاطية تفرز مادة سائلة تساعد الوبر في تسلق الصخور الملساء، وتساعده الأصابع في تسلق الأشجار بخفة وتوازن دقيق. يعيش الوبر في مستوطنة يصل تعدادها في بعض الأحيان إلى ما يربو على 60 وبراً، وفي أحيان أخرى قد لا يزيد عن 2 أو 3. المستوطنة تتكون من عدة عائلات، وكل عائلة تتكون من ذكر واحد و4 أو 5 إناث وصغارها. مثلها مثل مجتمعات الحيوانات البرية الأخرى، فإن مجتمعات الوبر يقودها أكبر الذكور سناً وأضخمها حجماً، وتعيش في منظومة اجتماعية متسقة ومتكاملة لها ضوابطها وتقاليدها الخاصة. فبينما تظهر الإناث مرونة أكبر وتساهلاً غير معهود في قبول غيرها من إناث وذكور الوبر التي تلجأ إليها من المستوطنات المجاورة، فإن الذكور لا تقبل انضمام غيرها من الذكور الغريبة من خارج المستوطنة. إنها غريزة الاستبداد والهيمنة التي تمارسها الذكور لإثبات تفوقها وقوتها وتكريس زعامتها للمستوطنة. موسم التزاوج يبدأ في إبريل وينتهي في يونيو من كل عام. تدوم فترة الحمل لمدة 6 أشهر تقريباً، وتمتد في بعض الأحيان إلى 7 أشهر. تلد الأنثى من 2 إلى 4 أبناء، وتستمر في إرضاع الأبناء لمدة تتراوح بين 3 و5 أشهر. خلال الأيام الأولى لفترة ما بعد الولادة يكون الوليد قادراً على السير والحركة ومزاولة معظم نشاطاته الحياتية. في الأسابيع الأولى التي تلي ولادته يبدأ بتناول ما يوفره المرعى من غذاء ليصبح بالغاً بعد 18 شهراً. نشأة صعبة وقاسية، تأهيل وتدريب تقوم به الأمهات لكي يتمكن الأبناء من مواجهة ظروف الحياة القاسية والمجهول القادم بكل كفاءة واقتدار. إنها ضرورة من ضرورات العيش
ونتيجة تحتمها مقتضيات صراع البقاء لسلالات الوبر الصخري. حيوية ونشاط، يقظة وانتباه، تلك سمات لا بد منها لمجتمعات الوبر، حيث يقوم زعيم القطيع بمراقبة المنطقة منذ لحظات الصباح الباكر، وعند التأكد من سلامتها يطلق إشارة البدء لفترة الرعي الصباحية. ينطلق أعضاء القطيع بسرعة فائقة ليلتقطوا الأغصان والأوراق بشراهة ونهم لا مثيل لهما. ربما تكون متطلبات الأمن والسلامة هي أسباب وجيهة تجعل الوبر في عجالة من أمره ليتناول أكبر كمية من الغذاء في أقصر وقت ممكن قبل أن تطلق صفارات الإنذار التي توحي بأن خطراً ما يهدد أعضاء القطيع، ليعود أدراجه مختبئاً في أعماق جحوره لفترة قد تطول حتى يزول الخطر الذي يهدد سلامته. يوفر النطاق الموسمي في جبال ظفار المرعى المناسب في معظم فصول السنة، ففي موسم الأمطار الوفرة والتنوع تجعل الوبر شديد الانتقاء في اختيار النباتات ذات القيمة الغذائية العالية، وحتى في ظروف الجفاف فإن أشجاراً مثل التين البري والسدر والتمر الهندي أو الصبار التي تنبت في موسم الجفاف توفر أيضاً الاختيار المناسب للرعي بما توفره من أوراق وبراعم في موسم الجفاف. بينما تكون النطاقات الأخرى في الهضبة الجافة والشزر وإلى الشمال والشرق من جبل سمحان شديدة الندرة والشح في مواسم الجفاف، فإن الوبر يتكيف وبشكل مدهش ومثير. هذه شجرة السمر حادة الشوك يتسلقها الوبر لالتقاط وريقات متناهية الصغر متحملاً آلام وخز الشوك الحاد. إنه الجوع وصراع البقاء. نبتة العطرة بسيقانها اللحيمة المتسلقة هي نبتة سامة وغير مستصاغة، ونادراً ما تتغذى عليها أي من حيوانات المرعى عدا الوبر الصخري الذي يتمتع بجهاز هضمي كفء ذو مقدرة على هضم أطعمة صلبة وغير مستصاغة. هنا نبات العطب شبه السام الذي يبدأ الوبر بتناوله في ظروف عدم وجود بدائل أخرى مناسبة، حيث يعرف عن الوبر قدرته على تناول أغذية من النوعية الرديئة عند اللزوم. كفاءة الهضم يقابلها رداءة نظام التحكم الحراري للوبر، لذلك يلجأ الوبر في سبيل التغلب على اختلالات حرارة الجسم إلى التزاحم في جحور ضيقة في فترات الليل.
أما في فترات النهار فيلجأ للتعرض لأشعة الشمس المباشرة، أي ما يسمى بالحمام الشمسي، بغية الحصول على التوازن المطلوب في درجة حرارة الجسم في فترات البرودة. على الرغم من كثرة أعداء الوبر، فإنه يدافع بشراسة عن مملكته وأبنائه، ويبدي شجاعة لا حدود لها، ويظهر ثقة متناهية، وكأنه سيد محيطه البيئي. اليقظة والحذر وإطلاق صفارات الإنذار أسلحة قد لا تكون ذات جدوى في حمايته من غارات المفترسين. النسر الجائع يبحث عن فريسة، نظرات ثاقبة وإبصار حادة. نظرات النسر تستجي الطبيعة لتجود عليه بمضغة طعام يسد بها الرمق في فضاءات جدباء مقفرة. تحط المخالب رحالها لتكون الضحية وبرا لا ذنب له، سوى أنه لم يكن حذرا ما فيه الكفاية في لحظة انقضاض هذا المفترس المحلق. الطفيليات والحشرات هي الأخرى تسبب له الكثير من الأذى. الإنسان بسلوكياته التي تسخر المحيط الطبيعي خدمة لأغراضه ألحق أشد الضرر بالوبر من خلال عمليات الصيد الجائع. في الماضي كان السكان المحليون يجدون في لحمه شواء شهيا لهواة الصيد البري، بالإضافة للاستخدامات الطبية التقليدية. فقد كان البدو وسكان المناطق الجبلية يستخدمون دم وروث المعدة كوصفة علاجية لحالات التسمم والالتهابات الحادة. يتم خلط الدم مع محتويات المعدة لاستخدامها كدهان يعالج به مرضى معظم حالات الأورام والالتهابات. في أفريقيا الموروث الطبي ينسج الكثير من الروايات والحكايات حول الأهمية العلاجية لمكونات الوبر، حيث يستخدم دماغ الوبر لمعالجة أمراض الصرع، بينما تستخدم الكبد لمداواة مرضى الكبد، والذين يعانون من آلام الظهر يوصف لهم تناول لحم ظهر الوبر. تؤمن قوانين حماية الحياة البرية في سلطنة عمان الحماية اللازمة للوبر الصخري، انطلاقاً من كونه أحد مكوناتها الرئيسية وعنصراً من عناصر المنظومة البيئية التي تحظى بكثير من العناية والاهتمام صوناً لها وحفاظاً عليها من مخاطر الانقراض والفناء.